تفضل عرف نفسك. تفضل. انا كيميائي عادل صلاح الدين، مدير عام شركه مصر حلوان للغزل والنسيج، مرشح المستقل لرئاسه الجمهوريه. وانا موجود هنا في ميدان التحرير، موجود ادي لي فتره طويله، ادي لي اكثر من 3 اشهر، ومتابع ومراقب ومشارك لكل الاحداث اللي بتتم في ميدان التحرير. انا طبعا زي ما انتم شايفينه انا واحد من الناس، انا واحد من الناس وبنتمي لطبقه العمال، وبنتمي الى طبقه العمال والفلاحين، وانا منحاز تماما للفقراء في مصر، انحياز حقيقي وانحياز طبيعي وانحياز حقيقي فعلا. فانا البرنامج بتاعي بيعتمد على ان انا ان شاء الله عايز ارجع قطاع الاعمال تاني، قطاع الاعمال اللي اتسلب، اللي اتنهب، اللي الاف العمال اتشردوا وخدوا ملاليم وراحوا بيوتهم صرفوهم، ودلوقتي في حاله اقتصاديه يرثى لها. احنا لازم كلنا ننحاز لاهداف الثوره، وطالما اهداف الثوره ما اتحققتش، الناس دي موجوده هنا في قلب ميدان التحرير. اهداف الثوره لسه ما اتحققتش منها ولا حاجه. كل اللي حصل الحزب الوطني الديمقراطي عامل زي الميكروب. الحزب ده عامل زي الميكروب. الميكروب لما تديله دفعه من المضاد الحيوي يتحول ويتشكل لشكل تاني، وبعد كده في اقرب فرصه يروح طالع تاني على الناس. هو ده اللي حاصل دلوقتي تماما. الحزب الوطني الديمقراطي اعضائه لغايه دلوقتي موجودين في المجتمع، وانا بخص بالذكر المنحرفين، القله المنحرفه من رجال الاعمال. وطبعا احنا شفنا لما حصل اللي حصل، ورجال الاعمال قله منهم اللي هم كانوا مسيطرين على الحكم، قله منهم بس دخلوا السجن، لكن لا زال انا بقول لكم لا زال في عشرات من الموجودين في اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي موجودين في كل مجال، موجودين في الصناعه والزراعه وموجودين في الجامعات، موجودين بيسيطروا على كل الناس، ولكن هم ساكتين وكامنين، عاملين بالظبط زي الميكروب الكامن الساكت اللي هو بيهجم على الجسم في اي وقت. فاحنا بقول ان ده وقت التغيير الحقيقي، حاجه من الاثنين، يا اما احنا نبقى مكان محلك سر ونتقهقر لورا، يا اما احنا نتقدم لقدام. واحنا كلنا هنا بنعتبر موجودين في ميدان التحرير مضحيين بوقتنا، ومضحيين بـ 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 بمصالح اسرنا، ومضحيين بكل حاجه، مش عشان احنا، علشان اهلنا الفقراء في القرى، في النجوع، في اللي احنا بنشوفهم، الستات اللي بتعيط من علشان ما فيش فلوس، الرجاله اللي العواجيز اللي ما عندهاش ادويه، الشباب اللي قاعد بالالاف في القهاوي وبياخد لغايه دلوقتي، الشاب بيبقى عنده 30 سنه وبياخد من امه وابوه مصروف عشان يصرف، ده مهزله بمعنى الكلمه. فاحنا بنطالب باستمرار الثوره، وانا بحيي جميع المصريين وبقول لهم ان لسه في امل، وان شاء الله نتفائل ببكره، وان شاء الله بكره يبقى احسن. والسلام عليكم ورحمه الله.